ننتقل إلى عناصر محصلة القوتين سوف ندرسها. لاحظ هنا الشكل. عناصر محصلة القوتين المتعامدتين، نقطة التأثير، إذن هذه نقطة التأثير O، نقطة مشتركة للقوتين F1 شعاع و F2 شعاع. حامل المحصلة هو القطر المستقيم، هذا هو قطر المستقيم. حامل المحصلة، إذن هذه المحصلة F شعاع، حاملها قطر المستقيم المستطيل المنشئ من القوتين F1 شعاع و F2 شعاع. جهتها، جهة المحصلة تكون من O إلى رأس المقابل لO هي M. رأس المقابل لO هي M. شدتها تحسب محصلة القوة من العلاقة F تساوي تحت الجذر F1 مربع زائد F2 مربع. أيضا نلاحظ أن لو كان لدينا، نلاحظ هذا الشكل، أيضا يمثل لنا قوتين F1 شعاع و F2 شعاع، ولكنهما متساويتان في القيمة. القوتين متعامدتين متساويان في القيمة، ولديه أيضا محصلة، لكن هنا الشكل المستطيل قوتان غير متساويتان، قوتان متعامدتان غير متساويتان في القيمة. عناصر محصلة قوتان غير متعامدتين، إذن لاحظ هذا الشكل، هذا هو شكل متوازي المستطيلات. إذن هذه القوتين غير متعامدتين شكلا زاوية حادة، القوة الأولى والقوة الثانية يلتقيان في نقطة واحدة. عناصرها نقطة التأثير، نقطة التأثير مشتركة بين القوة الأولى والقوة الثانية والمحصلة. حاملها قطر متوازي الأضلاع من O إلى رأس المقابل له هي M المنشأ على القوتين. جهتها من O إلى M. شدة المحصلة تمثل طول قطر متوازي الأضلاع. هذا هو درسنا لليوم. هل من سؤال قبل أن ننتقل إلى حل التمارين؟